قرية في بركة؟ حمدية تعال عم تقول لك عمي يمكن ليت قصيد. أنا حاسة إن هدول مش جماعة رام الله. حبيبي يحيى ساعدونا ساعدونا الله يرضى عليك الله يسعدك. بسمع فيك تعالي. محمد يوسف علي إبراهيم حمد من عيلة غبن. إحنا هلكيتا في دار سيدي اللي هو حمد الأصلي أبو إبراهيم وأبو علي وأبو يوسف وأبو أنا. وبقى إن دار أخرى هناك عمي الثاني فيها. عمي الثاني فيها ضل هناك وهذا هان. وأبويا بقى كبير فيهم بنا فوق وطلعنا فوق. هذه هذه بكوا من زمان ما هو ما فيش خزاين يصفطوا اللحفة ولا الفرشات يصفطوهن في هاي وغطوهن بطانية أو شغلة حتى بكاش البطانيات تبعت اليوم. هذا بكى المطبخ. أنا بكى المطبخ هذه يسموها روزنة. هذه من وسط الحيط بتطلع لفوق الدخان بنزلش نازل لا بيطلع لفوق زي هالكيت اللي عند البوشات والهدول اللي بكوا مسوين مو كده غاد وهم قاعدين هان. هذه من قبل البواشات هذول احنا بواشات. في هنا جنزير بكا بعرف قايم ولا ضل هذا بكا الجنزير لما يذبحوا ذبيحه يحطوها يعلقوها فيها مشان ما تخربش. بكيت ابو 6 سنين بكيت عند عمي هان وسيدي. عمي بكاش عند اولاد السعف الاول يعني اجت بنت حتى البنت لما مشيت بكوا يجيبوها هانا برا وأقعد ألعب عليها زي اللي عنده لعبة.